عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعي حوالين قانون الإيجارات القديمة، ده بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية وعدد من أعضائها، فضلاً عن ممثلين للعناصر الفاعلة بملف الإيجارات القديمة. أعربت التنسيقية خلال جلسات الحوار المجتمعي عن رغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حوالين أزمة الإيجارات القديمة، وده اتساقاً مع رؤيتها الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن. طيب، أنا معايا لمزيد من التفاصيل سيادة النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أهلا بيك يا سيادة النائب وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. يمكن طبعا موضوع القانون الإيجار القديم هو صداع في رأس كتير جدا من الناس، سواء كان مالك أو مستأجر، كل واحد طبعا بيدور على مصلحته الخاصة، ولكن لما يكون عندي حوار مجتمعي عايز أعرف من حضرتك أبرز النقاط اللي احنا ممكن نتكلم فيها، وإزاي ممكن نوصل لحل توافقي يرضي كل الأطراف، اللي هي طبعا كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة عن التاني. طبعا تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. الإيجار القديم طبعا دي مسألة شائكة لملف أهمل سنين كتيرة جدا فعمل أزمة. وفي الحقيقة مفيش أجدى من اللي قاله طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد اللقاءات، بأن هذا الملف محتاج إلى إعادة نظر. فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعني أخذت مبادرة بإجراء حوار مجتمعي ما بين طبعا جميع أطراف العملية الخاصة بمسألة الإيجار القديم. يمكن إحنا استمعنا مبارح لمجموعة من ممثلي الملاك، وفي حضور يعني وفد من هيئة الأوقاف المصرية علشان نسمع برضو إلى وجهة نظر، والنهاردة إن شاء وجهة نظرهم، والنهاردة إن شاء الله إشمعنى الأوقاف يا ست النائب؟ ليه الأوقاف يا فندم؟ ما هو لأن الأوقاف والإسكان كانوا موجودين بالأمس، وإحنا أنت بتستمع بقى لكل من له يعني إيه. طبعا الأوقاف فيها برضو شريحة كبيرة جدا من الإيجارات القديمة سواء كانت مؤجرة أو مستأجرة. يعني أنت بتستمع لجميع الأطراف. يمكن المبادرة اللي أخذتها التنسيقية في إجراء الحوار المجتمعي بشكل سريع في طبعا استجابة وتفاعل إيجابي مع ملف مهم جدا الشارع المصري ينتظر نتائجه، سواء بالحوار المجتمعي أو من خلال التشريعات، بما يضمن يعني تحقيق العدالة النسبية ما بين طرفي المعادلة اللي هو المالك والمستأجر. هنستمع النهاردة أيضا إلى مجموعة من ممثلي المستأجرين عشان نعرف وجهات نظرهم، وهو ده الدور اللي بتقوم به التنسيقية أو بيقوم به أعضائها في المجالس النيابية، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، لأنك أنت النهاردة بتضع يعني الأفكار كلها والأطروحات والمشاكل قدامهم عشان يبقى فيه حالة من التوازن. نعم. عند طبعا مناقشة أي تعديلات أو مقترحات داخل أروقة المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. قيمة الحوار المجتمعي إن أنت بتقرب المسافات. يمكن امبارح كان هناك حالة من الارتياح لدى الحضور في عرض كل المشاكل من وجهات نظرهم. نتمنى إن شاء الله النهاردة إن في الجلسة الخاصة بالمستأجرين إن إحنا نستمع للرؤية الكاملة عشان تتبلور أمامنا يعني كل المحاور من كل الاتجاهات. ودي قيمة الحوار اللي إحنا دايما بندعي إليه. إن أنت النهاردة لما يبقى عندك ملف هام زي ملف الإيجار القديم أو أي ملفات أخرى، محتاج إنك تجري حوار ما بين كل الأطراف عشان تستمع إلى وجهات نظرهم. طب وليه ست النائب يعني جلسات الاستماع أو جلسات الحوار المجتمعي دي مستمرة لغاية إمتى بإذن الله؟ ولما توصلوا يعني لصيغة توافقية، هل هيتم تنفيذها بشكل فوري ولا بشكل تدريجي؟ يعني من خلال رؤية حضرتك يعني. طيب إحنا طبعا بنقول إن مسألة التنفيذ هي مرتهنة بقواعد الدولة، بمعنى إن هيبقى في طرح مثلا مقدم سواء من الحكومة أو مجلس النواب بتعديل تشريع أو تشريع جديد بياخد بقى دورته داخل المجلس. لكن مسألة الانتهاء من الحوار المجتمعي في النهاية احنا برضو هنبقى سعداء لما نشوف ان الحكومة ايضا بتجري حوارا مجتمعيا احنا برضو بنشارك فيه وكل الاطراف. مسألة امتى هننتهي؟ لما انت توصل لمرحلة من القناعة التامة جدا بكل المعطيات. يعني ما اقدرش ادي لحضرتك وقت محدد ان احنا ما نملكش طرح الوقت، لكن اللي احنا نملكه حاليا ان احنا من خلال طبعا تمثيلنا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لان اكيد هيبقى ليهم راي داخل طبعا المجلسين، فان احنا نقدر نجري الحوار ونستمع نرفع برضو توصياتنا احنا
لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى القيادة السياسية والحكومة المصرية والبرلمان، علشان برضو نقول الرؤية لما تلتقي كل الآراء سواء بقى يعني حزب الأغلبية أو الأحزاب السياسية أو الحكومة داخل البرلمان، ساعتها نقدر نقول لك امتى هيتم انجاز هذا الملف. طيب بخلاف شق طبعا يعني الحوار المجتمعي، هل انا عندي سقف زمني عشان اوصل لحل فيما يتعلق بهذا الملف حتى وخروج تشريعي ينظمه في اسرع وقت؟ لكن ما اقدرش احدد لك سقف زمني، ما عندناش سقف زمني محدد. ده مش لكن موجود. اللي انا شايفه اللي انا شايفه حاليا من التحرك السريع ان شاء الله يكون في اقرب وقت، بما يحافظ برضو ده مهم، يحافظ على الحقوق، حقوق الملكية، ويوازن ما بين طبعا البعد الاجتماعي. نعم. للشريحة اللي احنا بنتكلم عليها. انا بشكرك جدا سيادة النائب عمرو درويش، عضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين وامين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كنت معنا تليفونيا. بشكرك يا فندم، الف شكر.